السلام عليكم، شكرا في فيديو جديد. فيديو اليوم جديد على ذكرى، قبل ما نبدا فيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة، مشتركين الناس اللي متلقاوش صحبي لي ابوني. المهم بدا اللي جبت لكم اليوم راح نشرو الطوموبيل هذي، هاي ليك ميغان ار اس موديل 2018. هاي ليك ودوك نشوفوها مليح كاع واش فيها واش ما فيهاش. مزال ما شريتهاش، السعر تاعها دير 193,000. المواصفات تاعها قوة 280 عود، 255 كيلو متر، هذي في اللعبة. دوك نعدلو أقوى تعديل ونشوفو شحال تجيب. دوك راح نشرو طوموبيل، شرو أصفر. فكر انا شرينا طوموبيل نسيوها ستوك، هذه نسخة نورمال ماشي تروفي باقي. هذا مش بنا طوموبيل، طوموبيل ها هو نجران. هذا مش بنا طوموبيل، دخل فيه طوموبيل من زمان مشاتش. امشي. يمشي يا راه، هاي احنا نبدلو بلاصة هكا. تبعنا، شافنا جبنا طوموبيل جديدة، قالك لازم نكسرها. هاي نجو لهاد البلاصة. هذه الطوموبيل ستوك، هاي الداخلية تاعها. حاب نسي سرعة تاعها ستوك شحال نقدرو نمشو بيها. ماك تشوف رانا 230، نزيدو شوية هكا. جابت كثر من شو كانوا كاتبين واقيلا، 268 جبنا. هذه طوموبيل ستوك، دروك نبداو التعديل كامل على السيارة هذي. نبداو المراشق الخارجي، مطرحو القوة تاع المحرك، اللون نديروه مات بلاك. هنا نديرونا فيمي، هي هذا هي عاملي. بصح تبدل اللون تاعها، تبدل هذا يبدل لي اللون. لا لا ماشي هذا، يجي شوية هكا. لا لا نديرو هذا، هذا كي يبدل لك اللون تاع الطوموبيل. علاش نديرو بصح هذا ماشي جاي كلش فيك حل. لا لا حسبت لي اللوغو دايرو بحال. المهم هاكا اللون خير. نجو للقطع، عندك كربون هنايا، هاد العفايس منديروهمش. ما عجبني ستوك خير واقي. هذا اللي فيه اللاما هاكا مليح شوية. هاي نديرو هذا بدلو شوية، هذي تزيد تعرض الطوموبيل. نروح نعرضوها، خلي تاعها خسارة متقدرش ديرها كحلة. أنا هذا ما كان، لا نزيد نعرضوها من الأول ثاني.
هذه زعما نديرو لها. لا انا ما نحبش ديال تبي تبان 2000. لا حبيت عينيك موديلات القدم تاع الاراس دائما اللي فيه يجي فيهم هكاك. لو كان نشوف واش عندنا راني حاب نسيم نبدل لي اكزوست باش نشوف الصوت اذا يتبدل. بصح ما نيش حاب نبدلو على جال الشكل. بصح خليني نديرو هذا غير على جال الصوت نشوفو اذا يتبدل. داخل صفراء اراس نديرو هاكا. هذه مليح نزيد واش كاين. لا مكاش كاربو وهذا تعديل الشكل الخارجي. نديرو لها هاذي ونعدلو محرك طونوبيل نديرو أقوى إعدادات. والقوة تاع طونوبيل شحال ولات؟ ولات تمشي 365 509 عود. ودوك نشوفو شحال تمشي لنا. الصوت قوى شوية ماشي كيما كان. هاكفا ولا الشكل تاعها. جونت هاد برك ما جاوش ملاح. لو كان جاو بلاك حل يجو خير باش منقدروش نديرو كحل. هاكفا جا الطونوبيل. فرق كبير على واش كانت. هاي الداخلية الصفرا هي درتها. بصح ما فهمتش وراه السرعة في الكوكبيت تاعها. نساوها. هاي السرعة شحال نمشو بيها. 400 راه لا غير جابت 400 399 كان شي الفيراج كون دخلنا 400. المهم ماكش واش صرا طوموبيل هذا واش كان عندي فيديو اليوم. فيديو خفيف برك حبيت نسي ونعدل الطوموبيل هذه. ان شاء الله نشوفكم فيديو اليوم ولا نشوفكم تشوفوا فيديوهات الجايه. كما قلت لكم اشتركوا في القناه دوك شاركين السلام تلقاو صحبي لي ابوني ديروا جيم فيديو نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.